السلام عليكم. اتعلمنا زمان قصة السيدة هاجر وهي ست مصرية شربت من مية النيل ومشيت في شوارع مصر. السيدة هاجر عاشت أزمة أشبه بأزمة كورونا اللي احنا فيها. حست إنها خايفة قوي على ابنها ومش عارفة مستقبله تأمنه له إزاي. السيدة هاجر قالت إذا لن يضيعنا. توكلت على الله وباليقين في قدرة ربنا سبحانه وتعالى بدأت تاخد بالأسباب. سعد بين الصفا والمروة ما كانتش مجرد بتجري، دي كانت بتدور على أكل أو شرب أو أمان ليها ولابنها. إحنا كمان يا مصريين لسه جوانا الجينات دي، نسعى وناخد بالأسباب وقادرين نعدي الأزمة اللي إحنا فيها. وافتكرونا، افتكروا في 57-53 إن في أطفال كل يوم بيقولوا لن يضيعنا، وفي دكاترة وتمريض وعاملين ومهندسين كلهم بيقولوا كل يوم لن يضيعنا. بنسعى وبناخد بالأسباب وبنشوف كرم ربنا إزاي إنه بيضيعناش. نتمنى من ربنا إن إحنا كلنا ناخد بأسباب حياتنا ونقدم لربنا نموذج للعبد اللي قدر إنه يعبد الله بحق، ونقول كلنا لن يضيعنا بس قولوا يا رب. السلام عليكم.